إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاول القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، القارئ الصغير. إخراج سيف بن سالم الجردان. القارئ الصغير، القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الصغار. أنا عواصل بنت عبد الله الرحبية، عمري 8 سنوات، طالبة في مدرسة الإزدهار للتعليم الأساسي بالسير. القارئ الصغير، القارئ الصغير. عواسل تهوى القراءة وحفظ الشعر وإلقاءه، وتتمنى أن تصبح وزيرة. مرحبا عواسل. مرحبا. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. الحين جاية من سيب؟ أيوة. عشان تشارك في برنامج القارئ الصغير. نعم. وأنت تحبين القراءة صحيح؟ صحيح. إيش الكتب اللي تحبين قراءتها؟ الطبيبة المخلصة يحبها الجميع، وحصاد الغرور، وفي العجلة الندامة. جميل. إيش قصة حصاد الغرور؟ قصتها يحكي أن في الغابة صار سباق بين السلحفاة والأرنب، ولما قال القرد كان الحكم، ولما قال أنه أن يجري السباق مع الأرنب والسلحفاة ضحك الأرنب كثيرا، فقال القرد ما هذا الضحك الكثير؟ فقال الأرنب هل يمكنني أن أسابق هذه السلحفاة؟ فسخرت منه السلحفاة وبدأ السباق، وغطى، ولما ركض مشيت السلحفاة ببطء، وبعد ذلك نام الأرنب في نوم عميق، وسبقته السلحفاة ووصلت في خط النهاية، وبعد ذلك سبقته السلحفاة وطاح الأرنب على الأرض وجلس يبكي. جميل. وطبعا جلس يبكي لأن السلحفاة التي يضرب بها المثل في البطء سبقته. إيش الاستفادة من هذه القصة؟ الغرور صفة سيئة طبعا، لأن الأرنب اغتر وظن نفسه يعني بما أنه سريع وبما أنه في المقابل هناك ينافس السلحفاة أنه هو بيفوز إذا نام، لكنها سبقته صحيح؟ صحيح. ممتاز. أنت بعد أيضا قلتي لي قرأتي في العجلة الندامة قصة هذه، أي عن إيش تتكلم هذه القصة؟ كان ذكر حمام وأنثى حمام، قرر أن يبني عشا وجمع فيه حبوبا
ولما أشرقت الشمس يبس الحبوب، وكان ذكر الحمام غائبا طوال النهار، ولما عاد وأنظر إليه اعتقد أن أنثى الحمام أكلته وضربها في رأسها بمنقاره وباتت. وثم بعد قليل نزلت أمطار غزيرة وتكاثر عدد الحبوب، وطار ذكر الحمام وطاح بسرعة قوية ومات. حلوة طاحة، جميل. واسلو، إيش الاستفادة من هذا القصة؟ يعني نحن لازم أول شيء نثبت الشيء، ما نجي ونضرب الواحد بالمرة. صحيح، إنه لازم نتأكد لما نسمع أي خبر عشان ما نظلم الآخرين ولا نستعجل. أنت رائع يا واسل. تبعاد خبروني أنك تحفظين شعر، صحيح؟ صحيح. إيش نوع الشعر اللي تحفظيه؟ نوع الشعر الحماسة والفخر. حماسة والفخر. وإيش بتسمعيني؟ قصيدة من؟ عنترة بن شداد، صح؟ صح. تفضل. ولقد نكبت بني حريقة نكبة، لما طعنت صبيب قلبي الأخيل، وقتلت فارسه ضبيعة عنوة، والهيدبان وجابر بن مهلهل، وابن ربيعة والحريش ومالكا، والزبقان غدا طريح الجندل، وأنا ابن سوداء الجميل كأنها ضبع الدرع في رسوب المنزل، الساق منها مثل ساق نعامة، والشعر منها مثل حب الفلفل، والثغر من تحت اللثام كأنه برق تلألأ في الظلام المسدل، يا نازلين على الحما ودياره، هل رأيتم في الديار التقلقل؟ لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني من عز كأس الحضل، ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزل. الله، ممتازة يا عواسل، ما شاء الله عليك، حافظة هذه القصيدة الرائعة. وهذا يغريني أطلب منك قصيدة ثانية، حافظة شعر حماسة وفخر ثاني؟ أيوه. لمن؟ لعروة. عروة بن الورد؟ أيوه. جميل، سمعيني. أقلي علي اللوم يا ابنة منذر ونامي، وإن لم تشتهي النوم فاسهري، ذريني ونفسي أم حسان، إنني بها قبل لا أملك البيع مشتري، أحاديث تبقى والفتى غير خالد، إذ هو أمسى هامة فوق صياري، ذريني أطوف في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك عن سوء محضري، فإن فاز سهم للبنية لأكن جزوعا وهل عن ذاك من متأخري، وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أدباء البيوت والضغي. الله، رائع رائع يا عواسل، ما شاء الله، من حفظك هذا الشعر الجميل؟ أمي وأبي. أمك وأبوك، جميل. حفظوك بعد شعر ثاني؟ أيوه. إيش حفظوك بعد؟ مال أبو مسلم البهلاني. أبو مسلم البهلاني، سمعيني يا؟ أيوه. تفضلي. تلك البوائق حاديهن مرنان، فما لطرفك يا ذا الشجر واسنان، شقت صوارمها الأرجاء واهتزعت، تزجي خبيثا له في الجو ميدان، تبجست بهزيم الورق منبثقا حتى تساوت به أطب وقيعان، سقى الشواجن من رضوى وغص به سر وجوف وغصت منه جنان، وجلل السهل والأوعى معتمدا،
وبو عواظب بعد دام وزعلان. جميل جدا جميل جدا يا عواسل، ما شاء الله عليك انت يعني تحفظين اشعار كثيره. ايش بعد حافظه؟ احب اني انا احدث جلال صمت القابوس قصيده. من كاتبينها القصيده؟ هيفاء الجرداني. هيفاء الجرداني، تفضل. فهل تأذن أيا مولاي، فهل تأذن ببذي العرض، هل تأذن وكل الشعب منتظر، بتأذن بالجيوش كقائد أعلى بهز الأرض، أذنت لهم أذنت لدمعنا المشتاق أن يهبي يبل الأرض. نعم مولاي طاعتكم علينا فرض، وفرض أنت منا خصال كنت تزعها، ونعم المبدأ المغروس ونعم الفرض. حماك الله يا بطل، حماك الله يا بطل، أذنت لكل الشعب أن يحظى ببني العرض. الله، رائعة يا عواسل، رائعة ما شاء الله عليك، أنت رائعة. وأنت ما حاولت تكتبين شيء؟ حاولت. إيش حاولت؟ إيش كتبتي؟ قصيدة لأمي. ما شاء الله عليك، ممكن تسمعين إياها؟ نعم. سمعين. لا أعرف الأمهات كيف يكون، بل فأعرف أمي كيف تكون، فهي راحة والحنان والحب والحنان، حملتني في بطنها منذ 9 أشهر وأرضعتني حبها صغيرا. أحبك يا أمي الغالية. أحبك يا أمي الغالية، رائع يا عواسل. إيش أمنيتك تصبحي لما تكبري؟ وزيرة. وزيرة ما شاء الله، وزيرة. ليش؟ ما تعرفي ليش؟ لا، بس كذا تحبين تكونين وزيرة. أيه. طيب أي وزيرة بالضبط؟ التربية والتعليم. التربية والتعليم، يمكن لأن أمك معلمة؟ أيه. معلمة أي مادة؟ لغة عربية. لغة عربية، هذا السر يعني أنك أنت تحفظين أشعار، أن أمك مدرسة لغة عربية، صحيح؟ صحيح. ممتازة يا عواسل، أنت رائعة يا عواسل، والحوار معك لا يمل. في نهاية هذا الحوار الجميل أطلب منك حكمة. عندك حكمة؟ سمعيني. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحوضل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. أطيب منزلي، رائعة يا عواسل، أنت رائعة. إذن عواسل بنت عبد الله الرحبي، البالغة من العمر 8 سنوات، التلميذة الموهوبة الرائعة في مدرسة الازدهار للتعليم الأساسي بالسيب، شكرا جزيلا لك. القارئ الصغير، القارئ الصغير، مع تحيات سليمان المعمري القارئ الصغير. إخراج سيف بن سالم الجرداني.